هاد الناس اخويا راه ما داروا معنا حتى حل، راه حنا كنبيعوا ونشرو ما يبيعوا شرا والو، باركين على الجداول وباركين على السحوريت، دايرين الجداول تحت المواسن، والله الا دايرين الجداول تحت المواسن هاد العين اللي شاوي اللي ياكل الدود، شت السيد غادي عند الفقيه، اشنو غادي يدير عند الفقيه؟ ما غادي يدير عند الفقيه والو. غادي طالب منه ورقه غايديرها تحت من الميزان باش يبيع ويشري، اش بغا يبيع ويشري؟ ما عنده ما يبيع ويشري، اللي كنبيع ونشرو فيه حنا كيبيع ويشري فيه هو. وهاد الناس هادو راه ما بينوا لينا لا حلال لا حرام. خرج برا دخل داخل، خرج برا دخل داخل، مشات لينا كروسه، مشات لينا مطيشه، مشى لينا الميزان، مشى لينا رزقنا، رزقنا 30,000 خبينا تحت سلعه الدهم والبقره. مع من بغينا نبيع ونشرو؟ مع رئيس الجمعيه، رئيس الجمعيه راه لاعب لعبته. الناس المسؤولين راه لاعبين لعبتهم، وهادشي راه كثير اخويا علينا وعلى الناس، ماشي عليا انا، كل عليا وعلى الناس، ولكن هاد الدريت وبحت اكثر من هادشي راه كيطوب الحجر بيد ديالي، ما بان ليا بيد ديال الناس، ما عندي ما ندير بيه بيد ديالي، انا كنضرب على ديالي، ما كنضربش على هذا ولا على هذا ولا على هذا، كنضرب على ديالي، بلاصتي هادي سويديت الحبيب بالعربية، سويديت الحبيب ساكن في القلاعة، كاري في القلاعة، شهرين تاع الكراخاص باش نخلص ما لقيتش باش نخلص، 4 دريال ما بقات بجيبي، أنا صابح السوق أنا صابح السوق بغيت نتقدى ما كاينش باش نتقدى، لي من نتقداو؟ لي من ما بالينا لي من نتقداو؟ نتقداو ونحطوها هنا يديهم والبقرة، السلعة غالية، مطيشة غالية، بطاطا غالية، بصلة غالية، اللي حطيتها على يدك اللهم صل على يا رسول الله بمجالك نجيبه ب 40 ريال 240 في البلاد فرانك، مطيشة 220، بطاطا 160، فين غادي نبيع الخضرة اخويا فين؟ اللهم نريحو، ديت لي بان شي حل، وانت شي حل ما بان، سير 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 حتى سير حتى هذا الحل ما بان لينا لا حنا ولا ناس اخرين، والله يهديهم هادشي اللي كنطالبوا الهدية وعلى كل شيء، اللي ما بغاناش حنا باغينو، اللي ما بغاناش حنا باغينو ومستعدين ليه، ولا بغينا مرة حنا بغينا 10 المرات مش مرة واحدة، 10 المرات، ولكن يكون حل لهذا الشيء، يتحصوا البلايص وتحصوا الخدارة، الناس راك تجي من العروبية وكنفرشوا لهم لداخل، وكعايرونا حنا كيقول لك أنت راك تخرج برا، وماشي علينا علينا العافية ونوضين علينا العافية، جايبين واحد أجنبي جيب كاميو حاطو ديال الخضرة، وانت اللي جايب 10 صنادق مذوقة بتلف رزقك، انت كتبيع ب40 وهو شاري ب40، يلا انت شاري البصلة ب60 ريال وهو كيبيع حداك ب50 ريال، كيف تبيع انت مول 10 صنادق، واحد راه جايب كاميو وجيبوها كريدي، انت راك جايب 10 صنادق محرم عليك مخلصهم، وهادشي راه كثير اخويا، غنشوفو تنايا ونديرو شي حل، والحل ما بان لينا لا معاهم ولا معانا، كثير هادشي اخويا راه كثير، والله صبرت تعيف وانفجرت، ضريت، هاي شهرين تاع الكرك تساني، شحال نخلصها؟ هو دير لي ميزان، دير لي كروسه، دير لي مطيشه، سير حتى انا نجيب من عند دروك، هاني جاي من عند دروك ما عند القايد. مشيت عند السيد عاني قال لي السيد مشيت عنده قال لي شكري يدك، قلت له سويديت الحبيب، جبت لائحه قداش؟ تجبد قال لي هاي مستيد هاي، كنت خرج برا، قلت لي من حقه نخرج برا، راك تساني الكرا، راك تساني الكرا علاش؟ فين نخرج برا؟ ها براني واكل وشارب فينا. خسرني على برا البراني البراني واكل وشارب فينا كامل يجيبينو البراني يجيبينو من برا مدخلينو هنا وحاضرين احنا اللي عندنا 10 و4 صنادق نطردو فيهم رزقنا وباغي ناكلو منهم باغي نصورو منهم كيقول لك شير. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.